الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وبعد، فلا يزال الحديث موصولا حول علوم القرآن وموضوعاته الرئيسية والتي سنتناول منها في هذا الدرس والدروس القادمة إن شاء الله، موضوعا من أهم الموضوعات، وخاصة في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا الزمان، حيث كثر الاهتمام به وكثر الحديث عنه، وذلك لما له من الأهمية ولما الناس إليه من حاجة، وخاصة في مقام الدعوة وفي مقام تذكير الناس بأهمية هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا الكتاب كتاب هداية وكتاب إرشاد للناس ومصدر عز وتمكين لمن تمسك به إلى يوم الدين وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. الموضوع الذي سنتناوله في هذه الدروس هو إعجاز القرآن الكريم. فما المقصود بإعجاز القرآن الكريم؟ وماذا يمكن أن يدخل تحت هذا الموضوع من عناصر؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله ونتناوله في هذا اللقاء واللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. فأولا، في تعريف القرآن أو في تعريف الإعجاز وإثباته، سنتناول المسائل التالية: أولا، تعريف الإعجاز، ثم إثبات إعجاز القرآن الكريم، ثم مراحل تحدي العرب بالقرآن الكريم، وذلك كما تعودنا من خلال ما أورده الشيخ مناع القطان رحمه الله في كتابه مباحث في علوم القرآن. لعلنا نبدأ بتناول هذا الموضوع بالعودة إلى كتاب الشيخ رحمه الله، حيث تناول هذا الموضوع في كتابه مباحث في علوم القرآن، كما تناوله كل الباحثين تقريبا في علوم القرآن أو أكثرهم. وأيضا هناك مؤلفات كثيرة ألفت في الإعجاز مستقلة، ولعل الحديث يأتي عن أو ننبه على بعض هذه التأليف. إعجاز القرآن الكريم، تكلم المؤلف في أول الموضوع عن مدخل يبين يعني قصة الآيات والمعجزات التي أوتيها الأنبياء، حيث إن الله سبحانه وتعالى كان إذا أرسل نبيا من الأنبياء يؤتيه من الآيات ما يكون دليلا على صدقه، لأن الرسول الذي يرسله الله سبحانه وتعالى يأتي الناس بأمر عظيم ويدعوهم إلى شيء يخالف في الغالب ما هم عليه، فلا شك أن الناس يقابلون دعوته بالرفض والتكذيب، فحتى يثبت صدقه يكون معه آية أو أكثر من آية حتى يكون ذلك دليلا على صدقه فيما يدعو الناس إليه. فما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما يثبت صدق رسالته ويؤيد ما جاء به، ويعرف الذين بعث إليهم بأنه لا يمكن أن يأتي بهذه الآية التي أتى بها غيره من البشر الذين ليسوا كحاله. فهذا ما يسمى بالآيات، آيات الأنبياء أو دلائل النبوة في الكتب المتقدمة، ثم يسمى الآن أو أطلق عليه وشاع هذا الإطلاق الإعجاز أو المعجزات، كما سنبين إن شاء الله في التعريف. الأنبياء كانت معجزاتهم كما يقول المؤلف معجزات حسية تناسب مستواهم وتناسب ما يعرفون، فكانت المعجزات التي يأتي بها الأنبياء السابقون معجزات حسية، مثل معجزة موسى العصا واليد، ومعجزة عيسى عليه السلام كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص، معجزة صالح عليه السلام الناقة، هذه معجزات حسية. المعجزة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم معجزة معنوية تتعلق بالعقل، ولذلك قال المؤلف عندكم في الكتاب: ولكن العقل البشري كان في أطوار نموه الأولى لا يرى شيئا يأخذ بربه أقوى من المعجزات الكونية الحسية،
حيث لا يرقى عقله إلى السمو في المعرفة والتفكير، إلى السمو في المعرفة والتفكير. فناسب هذا أن يبعث كل رسول إلى قومه خاصة، وأن تكون معجزته فيما نبغ فيه قومه خارقة لما ألفوه، ليتحقق بعجزهم عنها إيمانهم بأنها من قوى السماء. فلما اكتمل العقل البشري أذن الله بفجر الرسالة المحمدية الخالدة إلى الناس كافة، وكانت معجزتها معجزة العقل البشري في أرقى تطورات نضجه ونموه. فحيث كان تأييد الله لرسله السابقين بآيات كونية تبهر الأبصار ولا سبيل للعقل في معارضتها، كمعجزة اليد والعصا لموسى وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى، كانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر مشرف على العلم معجزة عقلية تحاج العقل البشري وتتحداه إلى الأبد، وهي معجزة القرآن بعلومه ومعارفه وأخباره الماضية والمستقبلة. فالعقل الإنساني على تقدمه لا يعجز عن معارضته، لأنه آية كونية لا قبل له بها، ولكن عجزه لقصوره الذاتي، فيكون هذا اعترافا منه بأنه وحي، أو بأنه وحي الله إلى رسوله، وأن حاجته إلى الاهتداء به ماسة ليستقيم عوجه وترقى مواهبه. وهذا المعنى هو ما يشير إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ثم يقول المؤلف، هذا الحديث طبعا في صحيح البخاري: وهكذا كتب الله لمعجزة الإسلام الخلود، فضعفت القدرة الإنسانية مع تراخي الزمن وتقدم العلم عن معارضتها. ثم قال: والحديث عن إعجاز القرآن ضرب من الإعجاز. وهذه لفتة جميلة من المؤلف: الحديث عن إعجاز القرآن ضرب من الإعجاز، لا يصل الباحث فيه إلى سر جانب منه حتى يجد وراءه جوانب أخرى يكشف عن سر إعجازها الزمن. فهو كما يقول الرافعي: ما أشبه القرآن الكريم في تركيب إعجازه وإعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء من كل جهة وتعاوروه من كل ناحية وأخلقوا جوانبه بحثا وتفتيشا، ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل ذلك خلقا جديدا ومراما بعيدا، حتى كأنهم لم يكتشفوا شيئا، لأنه كلما تكشف لهم شيء ظهر لهم من خلال ذلك أن هناك أشياء كثيرة لا تزال تحتاج إلى اكتشاف وإلى بحث وتأمل حتى تعرف. وكذلك القرآن، كلما بحثت فيه وتأملت في إعجازه وجدت أنك لا تزال في أول الطريق، وأن هناك أشياء لا تزال بحاجة إلى بحث وتأمل. فالقرآن كتاب لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي، وذلك لأنه كلام الله وكفى. وإذا كان القرآن كلام الله فلا شك أنه ليس كأي كلام آخر، فكما أن الله ليس كمثله شيء، فكلامه ليس كمثله كلام، فلا يمكن أن يشبه كلام البشر. وهذا ما سنشير إليه إن شاء الله عندما نتحدث عن مسألة من مسائل الإعجاز، وهي وجوه الإعجاز. لعلنا نختم هذا اللقاء حتى يعني نخرج بمسألة من المسائل التي عندنا تتعلق بتعريف الإعجاز. ما هو الإعجاز؟ المؤلف أورد هذه المسألة بعنوان تعريف الإعجاز وإثباته، فذكر أن الإعجاز إثبات العجز. طبعا الإعجاز مصدر، مصدر أعجز، فالمصدر إعجاز. أعجز يعني بين عجز من يخاطبه أو يتحداه، فيقول إثبات العجز. والعجز في التعارف اسم للقصور عن فعل الشيء، يعني عدم القدرة على فعل الشيء، للقصور عن فعل الشيء، وهو ضد القدرة. وإذا ثبت الإعجاز ظهرت قدرة المعجز. ثم تكلم عن المراد بالإعجاز هنا في الكلام عن إعجاز القرآن. فالمراد بالإعجاز هنا في إعجاز القرآن هو إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب
عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرآن وعجز الأجيال بعدهم بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرآن وعجز الأجيال بعدهم. هذا تعريف الإعجاز. طبعا الإعجاز إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرآن وعجز الأجيال بعدهم. ولو قيل في عجز البشر أو في عجز الناس على وجه العموم لكان ذلك أنسب، حتى الإنس والجن أيضا بإظهار عجز الجن والإنس عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرآن وعجز الأجيال بعدهم، لأن الله سبحانه وتعالى تحدى بهذا القرآن الإنس والجن. هذا ما يتعلق بالإعجاز. ثم المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. هذا تعريف المعجزة. المعجزة القرآن معجزة، ناقة صالح معجزة، الحية التي تحولت إليها العصا صارت حية معجزة. ما هي المعجزة؟ هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. فالقرآن الكريم تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم العرب وقد عجزوا عن معارضته مع طول باعهم في الفصاحة والبلاغة، ومثل هذا لا يكون إلا معجزة. بقيت مسألة وهي ما يتعلق بالإعجاز. هذا اللفظ من حيث تعريفه وبيان معناه ينبغي التنبيه على أنه لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، بل حتى لم يرد في أقوال الصحابة. طيب من أين جاء هذا اللفظ؟ لعلنا نشير إلى هذه القضية في أول الحديث في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. كان الحديث عن مقدمة تتعلق بالإعجاز، ثم تناولنا تعريف الإعجاز، وبقيت بعض المسائل نذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم. الله أعلم.